الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قيء بني آدم، اختلفوا في حكم القيء، فمنهم من قال بأن القيء نجس، بمعنى أنه لو وقع على شيء من ثيابك أو بدنك أو بقعة صلاتك فالواجب عليك أن تغسله كما تغسل سائر النجاسات. بينما ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثر إلى الحكم بأنه طاهر كسائر فضلات بني آدم إلا فضلات الفرجين، وسيأتينا فيه قاعدة خاصة وهي أن القي يتبع حكم الذات، لكن الآن خذوها فرع على القاعدة هذه. فإن قلت وما دليلك على أنه طاهر، فأقول يا أخي الكريم لا حق لك أن تطالبني بالدليل، لأن المتقرر عند العلماء أن الدليل إنما يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فأنا أطلب الدليل منك أنت، فأين الدليل الذي يدل على نجاسة القيء؟ فقال إنه من جملة فضلات بني آدم، فنقول وليس كل فضلة من بني آدم تعتبر نجسة، فإن الريق من فضلاته والنخامة والنخاع من فضلاته والعرق من فضلاته، ومع ذلك لا نجاسة فيها إجماعا، هي طاهرة. فإن قال إنه من فضلات المعدة فيكون كالبراز، فالبراز حكمنا عليه بأنه نجس لأنه مستحلب خرج من المعدة، فكذلك إذا اختلف طريق خروجه وصار من الفم فيكون نجسا، فنقول بئس هذا القياس، من يقيس دبره على فمه ومن يقيس ما يخرج من دبره على ما يخرج من فمه هذا والله بئس القياس في الدنيا، هذا كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، أين هذا من هذا يا رجل؟ أو تقيس الشيء الذي يخرج من أطهر بقعة في بني آدم على الشيء الذي يخرج من أنجس وأقذر بقعة في بني آدم؟ أي قياس هذا؟ هذا قياس لم يتحقق فيه شيء من أركان القياس مطلقا، فهو قياس فاسد مع الفارق. ثم أضف إلى هذا أيضا أنه لا دليل يدل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة. فإن قالوا أولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه كما في جامع الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فنقول نعم توضأ، ولكن هل كل شيء يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم إيجابا أو استحبابا يدل على أنه نجس؟ الجواب لا، الجواب لا. فنحن نتوضأ من لحم الإبل وهو طاهر، وعلى قولكم أنتم تتوضؤون من مس المرأة وهي طاهرة، ونتوضأ من مس الفرج وهو طاهر، فليس كل شيء أوجب غسلا أو أوجب وضوءا يدل على أنه في ذاته نجس. تلك التلازمات التي يفرضها العقل الفقهي عند بعض العلماء هي التي توجب له تلك النتائج الباطلة، لا تجعل تلازما إلا وعلى هذا التلازم دليل من الشرع أو دليل عقلي لا يحتمل المناقشة، فليس هناك تلازم بين الطهارة وبين النجاسة، وليس هناك تلازم بين التحريم وبين النجاسة، وليس هناك تلازم بين المخرج والنجاسة، حتى ما يخرج من الفرجين ليس كل شيء خرج من الفرجين يعتبر نجسا، فدم الاستحاضة خارج من الفرجين ومع ذلك طاهر، الولد يخرج من الفرج ومع ذلك طاهر، المني يخرج من الفرج ومع ذلك طاهر، فلا تجعل تلازما بين شيئين إلا وعلى هذا التلازم دليل من الشرع، وإلا فستكون نتائجك باطلة لأنك جعلت تلازما باطلا. وهذه نصيحة لكم يا إخوان، إن من الأسباب التي ضل بها كثير من بني آدم التلازم الباطل عقديا وشريعة، عقديا وشريعة. يعني مثلا من التلازم الباطل الذي أوجب الشرك هذا ولي صالح فسأعبده، فجعل تلازما بين صرف العبادة وبين الصلاح، الصلاح، هذا التلازم باطل.
وكذلك قالت الأمم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. مقتدون، نعم، في الآية الثانية مقتدون. طيب، جعلوا تلازما بين آبائهم وبين الحق، جعلوا تلازما بين آبائهم وبين الحق، هذا التلازم أوجب لهم إيش؟ الضلال. إبليس ضل بسبب هذا التلازم. لما أمر الله عز وجل بالسجود لآدم رأى عنصره الناري أنه فاضل، ورأى عنصره الطيني فهو مفضول، فالفاضل هو الذي يسجد له، هذا تلازم باطل. أحيانا الله عز وجل قد يأمر بإكرام المفضول ويكون الفاضل هو الذي يتولى، يا جماعة، إكرامه، يتولى الفاضل، الفاضل نفسه هو الذي يتولى إكرامه. أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أصحابه بيده ويقدمهم في الشراب ويكون آخرهم شربا؟ ذا نوع إكرام لهم، مع أنهم هم المفضولون وهو الفاضل. أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وهم جلوس ولا يرضى أن يقوم له أحد؟ فكون هو يسلم عليهم وهو قائم وهم جلوس، هذا إكرام لهم، مع أنهم مفضولون وهو الفاضل. فليس هناك تلازم بين كونك فاضلا وبين كونك تكرم في كل صورة. أنتم معي ولا لا؟ فإذا التلازم الباطل هذا من أبواب إبليس التي توجب النتائج الفاسدة، سواء في العقائد أو في الشرائع. إذا القول الصحيح أن القيء طاهر، قيء بني آدم طاهر، ولأن المتقرر عند العلماء أن القيء له حكم الذات. فإذا أردت أن تعرف قيئا حكم قيء فانظر إلى الذات التي خرج منها. فذات بني آدم طاهرة ولا نجسة؟ إذن قيئهم طاهر. قيء الكلب نجس لأن ذاته نجسة. قيء الخنزير نجس لأن ذاته نجسة. قيء الهرة طاهر لأن ذاتها، قيء السباع طاهر لأن ذاتها طاهر. فالقيء يأخذ حكم الذات. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله هو أن القيء طاهر إذ لا دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة.